النهارده واحنا نازلين في فندق للكبار فقط. يا صباح الفل عليكم، ازيكم؟ الاخبار؟ فلوج جديد ومدينه جديده واكتشاف جديد، ازيكم؟ اهلا بيكم. النهارده موجودين معاكم في مدينه القصير، احدى اجمل مدن البحر الاحمر. تعالوا بينا نوريكم كده شويه حاجات جامده جدا في القصير. النهارده احنا نازلين في فندق للكبار فقط، ولو انت مش من الكبار فقط عادي كمل الفيديو. الفندق اسمه اوناتي. ناخدكم في جوله جوه الفندق ونوريكم اهم الحاجات اللي موجوده في المكان، وفي نفس الوقت تتفرجوا عليه زي ما يكون انتوا معانا. تا 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 تا. اول ما تخشوا هنا كده لو ريسبشن لطيف، في بوك كورنر هنا، بار وكافيه سوفانتوت، قعدات لطيفة قوي. الله، التكييف حلو قوي. ريسبشن تعالوا بقى نفرجكم على الحاجات الجامدة اللي موجودة هنا. برضو هم عاملين قعدات كتيرة قوي. ده هنا كده التراس، ممكن حد لو حابب يفطر هنا الصبح، او في ناس تيجي تقعد بالليل، برضو تبقى القعدة حلوة جدا. حلو قوي. شوف المكان هنا، ده المطعم. اوكي، تعالوا بقى نكمل الجولة. هما طبعا بيظبطوا حاجات في المكان لسه، بس استيل مكان لطيف. و هو بعيد شوية عن مرسى علم، لكن قريب من مدينة القصير اللي في النهاية فيها كل الخدمات اللي انت محتاجها، لو يعني احتاجت ان انت تنزل، لان هنا الفندق بيقدم لك فطار وغدا وعشاء اوبن بوفيه وسناكس وكل اللي نفسك فيه، فمش هتحتاج اصلا تجيب حاجة. يعني انت جيب نفسك كده وتعالى قضي ويك اند لطيفة، او كم 4 5 6 19 يوم. تمام، هنا كل الجست تقريبا اجانب، وتحديدا تقريبا طليان. احنا مجيناش هنا، بس المفروض ان هنا في سبا وجيم. واحدة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتدوروا عليها في اي مكان بتفكروا تقعدوا فيه، يبقى عنده حمامات سباحة، يعني كذا كذا حمام سباحة. في اكوا بارك هنا، نعم اتنين بس برضو دي حاجة لطيفة، يعني اعتقد هتعجب الاشخاص كثير الحركة اللي عندهم حركة كتير زي مروة. وفي برضو بار على البول. تمام، ممكن نقعد بقى كده نشرب حاجات حلوة كتير. ايوه، بس المكان لطيف هادي، ما فيهوش يعني زحمة، الشمس حلوة، في شوية هوا. برضو هنا في عادات لطيفة زي ما انتوا شايفين. استنى مروة بقى، ما هو الفكرة بقى ان انت لما بتبقى لوحدك الموضوع بيبقى سهل، لما معاك حد تاني الموضوع بيبقى سهل برضو. انا دلوقتي كنت بعوم عادي جدا، مش بعدت عن اسامة 5 دقايق، جيت لقيته ممدد على البار. بص المنظر. معلش دخلنا عليك الاوضه. يا جماعه حد صح حد كده.
طب نبص في كنبة هنا احلى ناحية التانية. اسمها اصلا كم عادت حلوة قوي صراحة صراحة يعني، و اتموسفير حلو وجميل وهادي ولطيف. هنا طبعا تقعدوا تشربوا اللي نفسكم فيه في هذه القعدات اللطيفة، ماشي. وتحت الضلة، الضلة من الحاجات اللي مروة بتبحث عنها دائما. في حد قاعد بيبحث عن الكائنات اللطيفة بجد. مكان هنا حلو قوي. احلى حاجة ان السنوركلينج هنا برضو لذيذ. كان بالنسبة لي القصير اكتشاف ان هي فيها حقيقي دايفنج وسنوركلينج حلوين جدا جدا جدا، غير بقية الاماكن في البحر الاحمر ما تعرف عليها. واحلى حاجة في المكان ان في انفينيتي دايفنج سفاري. المكان ده اتعلقت بيه جدا، يعني فكرة ان انا اجي هنا اعمل معاهم دايفنج ونطلع رحلة اوفر نايت، الموضوع ممتع بشكل مش طبيعي بجد. بص هنا دي كلها شعب. واو المية شكلها حلوة. لكم ان تتخيلوا ان احنا موجودين دلوقتي في القصير، محافظة البحر الاحمر، البلد او المدينة اللي ناس كتير جدا ما تعرفش عنها اي حاجة، ما تعرفش ان هي احد اهم مراكز الغوص والدايفنج والشعب المرجانية والحياة البحرية الرهيبة. وقت الغروب هنا خطير جدا جدا. طبعا مروة انا متصحية بالعافية. والله يعني انا ما عرفتش اليوم اصلا ده، هي ربع ساعه. الله يا مروه، شكل الميه من بعيد مش هتشوفوه يا جماعه، بس المكان من بعيد حلو قوي. حاسه عايز اروح اتفرج اصلا هناك. بس احنا هنروح ناكل دلوقتي. الاجواء هنا جميله، بصوا مكان لطيف وهادي، ودي اجمل حاجه فيه صراحه. الديزاينز بتاعت الاوض شكلها حلو قوي قوي. اكتر حاجه عجبك هنا ايه؟ الشمس الغيبه. شمس الغروب هنا تحفه بجد. واكتر حاجة عجباني طبعا الانفينيتي دايفنج، عشان يعني هما بجد شطار جدا في الغطس، وكمان بيروحوا اماكن كتيرة حلوة قوي. وايه كمان؟ شاطرين محترمين. احنا جعانين فبالتالي مش عارفين نتكلم، مش عارفة اجمع. مكانين عاملين ازاي؟ تعالوا بقى نشوف عاملين ايه هنا في الدينر في العشاء. الله، السلام عليكم. عندكم اكل؟ ايه النهارده في ايه؟ في عندي فراخ وعندك الباستا مكرونه وفي بتقول حضرتك بيسموها لحمه. اوكي ماشي، انا ممكن اخد فراخ وباستا. كله زي الفل. تسلم حبيبي، شكرا. بصراحة البنات هنا شكلها حلو قوي. طليانين بقى؟ طليان اكتر ولا الماني؟
لا بس هم عسولين قوي صراحة يعني. عايزين نشوف، انا ما بديش ناحية الشوربة. شوربة عايز شوربة؟ لا مش عايز. مش هاخد رز، انا خدت رز. عايز انت رز؟ اوكي ماشي. انا هطلع ماشي. بس. بابا انا هطلع.